لا انا يعني اتفضلي. مضطر بقى، هو نفس اللي انا كنت بقوله برضو بنساله من شويه. اتفضلي. طب هو في الحاله دي انا دلوقتي، هو طبعا حضرتك كنا اتكلمنا في حلقه مفصله عن القضاء والقدر، ايوه فاعتقد اللي هو البلاء ان هو يتعدي ده قضاء صح؟ طبعا. قضاء. فهل انا دلوقتي محصن زي ما كنت بقول في البدايه، محصن بامر الله وان انا بقدر الامكان بحاول ان انا اتقي الله وان انا يعني اتقرب الى الله رائع. وبسال الله التحصين والحفظ، هل في حالة ان انا خلاص كان ممكن اتعدي او العدوى مكتوبة لي ممكن ترفع يعني ربنا يعني يأذن، ولا هو خلاص في عدوى ربنا كاتبها عليا فهتكون وليها الجزاء؟ ربنا يبارك فيك يا رب. بما اني انا لا اعرف ايه المكتوب في القدر، انا اطلعت على الكتاب؟ لا. هل حد اطلع على كتابه؟ هل انا اعرف بعد دقيقة واحدة من دلوقتي، بعد اقل حتى من دقيقة اللي هيحصل لي؟ انا ما اعرفش، لا. بس باخد بالاسباب. نعم. واخد بالاسباب لاني لا اعرف. فبما اني لا اعرف بمشي ورا النص النبوي، لا عدوى وفر من المجزوم. أيوة. لا عدوى ده اليقين. خلاص؟ طب فر من المجزوم يبقى البس الكمامه، يبقى اعمل مسافه التباعد المطلوبه، يبقى خلي بالك ما تدخلش على حد مريض الا وانت واخد حذرك، لو انت مضطر كالطبيب او الممرض او الكلام ده وربنا ربي يعينهم الى اخره. يبقى انا ما عنديش تعارض يا فندم. تمام. ما عنديش تعارض بين الجانب المعنوي اللي هو لا عدوى، اللي هو يقيني بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ان اخد بيه الاسباب. طيب من الاسباب الدعاء، يعني مع الاخذ بالاسباب الماديه الاخذ بالاسباب المعنويه، والاسباب المعنويه تاتي قبل الاسباب الماديه، ما تتعارضش، ما فيش تعارض. نحن امه نفهم في ديننا بوضوح ان المادي لا يتعارض مع المعنوي. ايوه هما بيكملوا بعض. وحقيقة التوكل، وأرجو إن احنا نفهم ده. أيوه. حقيقة التوكل يا أستاذ هو أن آخذ بالأسباب كأنه لا شيء سواها. اتحصن من كورونا بالكحول، واتحصن من كورونا بالكمامة، واتحصن من كورونا بالتباعد، خد بالأسباب دي كأن ما فيش حاجة تاني. طب خدت بالأسباب، عملت مش عارف إيه وغرغرت وعملت وإلى آخره، انسى بقى الأسباب دي خالص واعتمد على مسبب الأسباب كأنك لم تفعل شيئاً. يبقى حقيقة التوكل، يبقى انا اعمل التوازن ده بقى. التوازن يا فندم ان اخذ بالاسباب كانه لا شيء سواها، وبعد ان اخذ بها اترك النتائج على الله كاني لم افعل شيئا. زي ما المريض بياخد بالادويه وبيدعي ربنا ان ربنا يشفيه، بس ما يقدرش ما ياخدش الادويه. لو ما خدش الادويه ابقى مقصر. على فكره ما هبقاش متوكل. من كانت امامه فرصه ان ياخذ بالاسباب ولم ياخذ بها، عارفه في فرق؟ عارفه لو انا في صحراء ولا في منطقه معزوله ولا في مكان بعيد وما قداميش اي وسيله، يبقى ما قداميش غير ان انا فقط اخد بالاسباب المعنويه، ما انا ماليش غير كده. لا. انما قدامي الفرصه ان اخد بالاسباب الماديه والمعنويه، مش حد يبعدنا عنها. فلازم اخد بالاثنين. بس هل الدعاء فعلا زي ما قلت لحضرتك يرفع البلاء؟ حاضر. لازم نفرق بين حاجتين، بين قدر مكتوب لا يتغير، وبين قضاء غير مبرم الا في علم الله اللي بيكافئ القدر. لكن عند الملائكة الأمر فيه أن الله عز وجل يعرض عليهم الأمر، يقول لهم فلان إذا أخلص في الدعاء سأرفع عنه هذا، ما أخلصش في الدعاء سينزل به البلاء. خلاص؟ فيبقى المسلم يعمل إيه؟ يجتهد في الدعاء. وفي الحديث الدعاء والقضاء، مش الدعاء والقدر، قضاء. القدر ده النهائي المعلوم عند القدر، القضاء القدر اللي هو الموت والحياه والولاده ما بيتغيرش. خلاص النهائي اللي هو عارف حضرتك ما اقول ايه، التلميذ ده لو ذاكر هينجح، بس انا عارف بالخبره بتاعتي ان ده ما بيذاكرش او مش هيذاكر، فربنا عارف في النهايه ايه اللي هيكون، فده اسمه القدر. أيه. الملائكه لا، ما احنا عندنا حديث مثلا من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. أيه. هل معنى ذلك انه ربنا مش عارف ان ده هيوصل رحمه فيزيد في رزقه ويطول في عمره ولا لا؟ هو عارف، انما علم الملائكه ما يعرفوش يا ترى هو هيوصل ولا مش هيوصل. أيوة. نفس الكلام في القضاء، فلان هيمرض بس اذا دعاني حتى المرض مش هيأثر عليه. ايوه هيخرج منه معافى. مش هيحس، مش هيحس باثره. مش ممكن حد يجيله كورونا ما ظهرش عليه؟ صحيح. طب ده ايه؟ ربنا عافاه بس ولم يظهر عليه اثرها. وفي ناس تانية بتموت من غير كورونا، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده. صحيح. مش كل الأموات كورونا. صحيح. الناس صحيح. بتموت بأجلها كتيرة. يعني ربنا يرحمهم جميعا يا رب. وأنا يعني بتجينا الأخبار كتيرة جدا، ناس ياما خدت حذرها بشكل غير طبيعي وهي التي أصيبت.
فدي اقدار منتهيه. انا باخد بالاسباب الماديه زي ما اتفقنا والمعنوي. من المعنوي الدعاء، وبعيد تاني الحديث الدعاء والقضاء يعتلجان، عارفه اللي بيتخانقوا بيتصارعوا مين اللي هيغلب، فايهما غلب كان. طب عشان الدعاء يغلب أيوة. لابد ان اخد بالاسباب الماديه. ما ينفعش اقول يا رب يا رب تخليني الحق الميعاد مع الاستاذه وفاء واوصل الساعه 10 ونص زي ما هي عاوزاني اكون في الاستوديو وانا قاعد في البيت، ده بينفع؟ لا طبعا لا، انما من 9 ولا من 8 ونص انا بجهز، والراجل ربنا يكون اللي جاي ياخدني قاعد من بدري فانزل واحنا راكبين بقى العربيه، يا رب سهلنا الطريق. ايوه صح، فاحنا خدنا بالاسباب ويا رب. يبقى امتى اقول يا رب؟ بعد ما اخد بالاسباب. انما هنام في السرير واقول يا رب وديني، عهد المعجزات انتهى. صحيح، النبوه اللي بيجي لها المعجزات خلصت خلاص، احنا لابد ان ناخد بالاسباب. واليقين، واليقين في اجابه الدعاء. شوفي، ما هو لازم نورحت اعمل مع العمل يجي الدعاء. يا رب عايز انجح يبقى لازم تذاكر، لازم تحضر محاضراتك، لازم اذا كنا بنشتغل انترنت ولا اونلاين يعني يبقى لازم ارجع على البانر واشوف المحاضرات واشتغل. أيوة. ساعتها اقول يا رب نجحنا، هي نجحني. صحيح صحيح، انما هقول نجحني وانا ما ذاكرتش لا، يبقى لازم ده مع ده. ما ينفعش، ربنا يبارك فيك. ما ينفعش.